في ظل التنافس العالمي بين الدول على النهوض بكافة قطاعات الدولة واكتساب الميزة التنافسية والوقوف بقوة في ساحة الأسواق الدولية بشتى مجالاتها، أضحى مفهوم التنمية أساساً لتمكين الدولة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً وديموغرافياً، حيث تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة الداخلية لنفسها بهدف الحفاظ على سيطرتها على مواردها الداخلية وعلى حكمها ومنع تدخل القوى الأخرى المهيمنة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى السيطرة عليها واستنزاف طاقاتها ومواردها والتحكم بها بحجة النهوض فيها وإعادة تأهيلها، مما جعل هذا القطاع التنموي أساساً لتحقيق الحياة الكريمة للشعوب أولاً ثم للاحتفاظ بالاستقلالية والحق في صنع القرارات ثانياً. تمتاز أهداف التنمية المستدامة بأنها أهداف تم الموافقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويبلغ عدد هذه الأهداف 17 هدفاً فعلياً تتلخص فيما يأتي: أولاً، القضاء على الفقر. ثانياً، القضاء على الجوع. ثالثاً، التمتع بصحة جيدة وتحقيق الرفاهية للأشخاص. رابعاً، حصول الأشخاص على التعليم الجيد. خامساً، تحقيق المساواة بين الجنسين. سادساً، توفير مياه نظيفة. سابعاً، الحصول على طاقة نظيفة بأسعار مقبولة. ثامناً، تطوير الاقتصاد وتأمين العمل الكريم. تاسعاً، الاهتمام بالبنية التحتية وتشجيع الابتكار وتعزيز الصناعة. عاشراً، الحد من أوجه التمييز المختلفة. 11، إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 12، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. 13، الاهتمام بالمناخ والتغير المناخي. 14، الاهتمام بالحياة البحرية. 15، الاهتمام بالحياة البرية. 16، تحقيق السلام والعدل. 17، إنجاز الشراكات المختلفة لتحقيق الأهداف. لذلك أحدثت القمة العالمية للحكومات، وهي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية. تفتح القمة العالمية للحكومات باباً على المستقبل من خلال تحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، كما أنها تتيح الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفز الإبداع والابتكار. وكان متحف المستقبل من الأيقونات التكنولوجية التي دشنتها دولة الإمارات لتكون مقصداً للعلماء والمبتكرين، ويهدف إلى دعم الأفكار الخلاقة التي تطلقها الحكومات في المستقبل، إذ يعتبر مركزاً للأطروحات المبتكرة وتقديم الحلول التي ترتقي بحياة شعوب الأرض. يتوزع المتحف على 4 أقسام، ويقدم تجارب تفاعلية تستعرض تاريخ البشرية منذ البدايات، ويسلط الضوء على العلاقة بين البشر والروبوتات، ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الدول. تشمل الاستدامة 3 ركائز أساسية مترابطة، هي الاقتصاد، المجتمع، والبيئة، وهي نظام بيئي صحي وضروري جداً لبقاء البشر وغيره من الكائنات الحية. فالاستدامة تحدي اجتماعي كبير، والعيش بطريقة مستدامة هو إعادة تنظيم للمجتمع. ويمكن للعلوم والتكنولوجيا أن تساعد على تطوير المباني الخضراء والزراعة والطاقة والمدن المستدامة من خلال تعديل أنماط الحياة الفردية للمحافظة على الموارد الطبيعية، فنحن بحاجة إلى إيجاد سبل للحد من تأثيرنا السلبي على البيئة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق مختلف وكالات الإدارات البيئية ووكالات حماية البيئة وإدارة الموارد والسياسات القوية للحكومات،
وهذا يمكن أن تحققه البلدان من خلال اعتماد القوانين الدولية والوطنية الصديقة للبيئة، حيث أن الاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. ببساطة، الاقتصاد الأخضر يلزم الجميع العمل معاً، سواء للاستثمارات العامة والخاصة للحد من انبعاثات الكربون والتلوث ومنع فقدان التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية. لنتعرف بعض التحديات التي تعيق التنمية المستدامة. أولاً، تحديات تتعلق بالظروف الطبيعية، لكن استثمارها مختلف بين دول متقدمة وأخرى نامية. مثلاً، الطرق الصعبة في بعض المناطق الجبلية قام الإنسان بالاستفادة منها رغم ذلك، كطريق الموت في بوليفيا، حيث قام بتسخير التكنولوجيا لصالحه وحفر أنفاقاً في تلك الجبال فسهلت عليه التنقل، كما هو حال طريق لوكانو انترلاكن في سويسرا. من التحديات الطبيعية أيضاً لدينا الأراضي المنخفضة والتي تمتلئ بالمياه بعد تساقط الأمطار، إلا أن الإنسان لم يستسلم بل قام باستثمارها بما يعود عليه بالفائدة. لدينا أيضاً الأراضي الصحراوية الجافة شديدة الأشعة الشمسية، قام الإنسان بتوليد الطاقة الكهربائية وزراعة الخضار في هولندا، كما قام بتشكيل حفر بأشكال هلالية لتجميع المياه في صحراء النيجر. وفي المناطق الجليدية الباردة لم يقف الإنسان عاجزاً عن الوصول لتلك المناطق، بل اعتمد السكك الحديدية في سهول سيبيريا لنقل ما يحتاجه هو وصناعته من مواد. تهدد الكوارث الطبيعية حياة السكان وأنشطتهم الاقتصادية والبنى التحتية، لكن بعض الدول المتقدمة كاليابان تجاوزت هذه التحديات بإنشاء أبنية مقاومة للزلازل. أما في دولة هايتي فقد أودى إعصار ماثيو عام 2016 بحياة الآلاف ودمر الكثير من القرى والبلدات فيها. في سوريا أيضاً قام الإنسان بتحدي الطبيعة في سهل الغاب، عندما قام بتكسير العتبة البازلتية التي كانت سبباً في تجمع مياه النهر وتشكيلها للمستنقعات، ومن ثم قام بتجفيفها واستصلاحها وأصبح يعتمد عليها في تأمين الإنتاج الزراعي للدولة. هناك نوع آخر للتحديات هو التحديات السكانية، فالقضية السكانية أحد أبرز القضايا التي تشغل صناع القرار في عدد من دول العالم لانعكاساتها المتعددة وآثارها في الدول، وقد يصبح النمو السكاني عبئاً على الدول ما لم يستثمر العنصر البشري الذي يعد أداة عملية للتنمية وهدفها بطريقة صحيحة مخطط لها، ولا سيما أن تحديات التنمية تختلف بين مجتمعات هرمة وأخرى فتية. فالمجتمع الهرم في المملكة المتحدة وزيادة عدد كبار السن فرض مجموعة من التحديات كزيادة عدد الوفيات ونقص الأيدي العاملة، على عكس المجتمع الفتي في زامبيا الذي أوجد عمالة كبيرة ربما تسببت في ازدحام شديد على الوظائف. أوجد الاستعمار المباشر الكثير من المشكلات للدول التي احتلها، تمثلت بالتفرقة بين السكان ومحاربة اللغة العربية ونهب الثروات وجعل مستعمراته أسواقاً لتصريف منتجاته، وأوجد حالة من التجزئة والتخلف، ولما حصلت هذه الدول على استقلالها فرض عليها استعمار غير مباشر تمثل في التبعية التكنولوجية والاقتصادية وأحياناً السياسية لدول كانت يوماً ما سبباً في تأخر تقدمها. فالجميع بات يدرك أن الاستقلال السياسي إن لم يقترن بالاستقلال الاقتصادي لا معنى له، وهذا صحيح. وإذا كان الاستعمار السياسي قد أخذ في الانهيار والزوال بفضل الحركات القومية والوطنية التي ظهرت منذ أوائل القرن العشرين، فإن الاستعمار الاقتصادي لا يزال في أوجه وفي أشده، بل يشتد ويقوى إذا ظلت أوضاعنا الاقتصادية كما هي الآن. يعاني أكثر من 800 مليون شخص حول العالم من الجوع،
كما يعاني أكثر من 2 ملياري شخص من عدم توفر المياه الصالحة للشرب داخل منازلهم، مما يجعل انتشار الجوع وانعدام الأمن المائي أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفقر، حيث إن عدم حصول الإنسان على غذاء كاف يعني عدم امتلاكه للطاقة اللازمة للقيام بمتطلبات العمل، مما قد يؤدي إلى خسارته لوظيفته في النهاية. تعتبر النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال بسبب قبولهن بأجور أقل من أجور الرجال عادة في الوظائف المختلفة، يضاف إلى ذلك انخفاض ما تتقاضاه النساء من أجور مقارنة مع ما يتقاضاه الرجال على نفس الوظيفة ولقاء نفس المهام في بعض الأحيان. يعد دور المرأة في المجتمع كبيرا جدا وذا أثر بالغ الوضوح، كما أنه دور حساس جدا، وإن تحييد دورها وابتذالها واستغلال قدراتها بشكل يفوق قدرتها واستنزافها يقود لضياع المجتمعات وتشتتها وهدم الأسر وتقويض بنائها. إن للمرأة دورا كبيرا في إعلاء النهضة العلمية في المجتمعات، حيث كان للمرأة حضورا واسع في المجتمع الإسلامي منذ ظهوره، فقد كانت بمثابة المعلم والمتعلم، كما كانت تقصد ليؤخذ العلم عنها، إضافة لدورها في الإفتاء والاستشارات، ولم تكن جاهلة أو جالسة في بيتها يقتصر دورها داخله فقط. ويزخر التاريخ بالكثير من الأمثلة التي تبين أهمية دور المرأة كالملكة زنوبيا في تدمر. على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق على مدى 20 عاماً الماضية، لا تزال إحصاءات منظمة العمل الدولية تظهر أوجه عدم مساواة مستمرة بين النساء والرجال، مع تدني احتمال مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالرجال، بما يرجح أن تكون المرأة عاطلة عن العمل في معظم أنحاء العالم. كما تقدم المرأة الكثير وتجود بالعطاء في كل الظروف، فإن لها أيضاً الكثير من الحقوق التي يجب الالتفات لها وتحقيقها، منها حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي، حق المرأة في التعبير عن رأيها والأخذ بهذا الرأي، حق المرأة في الحصول على العمل المناسب والاستقلالية من الناحية المادية، إعطاء المرأة كافة حقوقها في الحياة الكريمة من العمل والتعليم والصحة ومساواتها بالرجل في سوق العمل.